والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. ثم أما بعد، أرحب بكم مجددا في محاضرات مساق السكرتارية المتخصصة. وصلنا وإياكم إلى الوحدة الثالثة، السكرتارية الصحفية. تحدثنا في هذه المحاضرة أو في المحاضرات السابقة عن الفرق بين الصحفي والصحيفة والتعريف الاصطلاحي للصحيفة. تحدثنا عن فن كتابة صياغة الخبر وتحريره. تحدثنا عن الخبر، قلنا الخبر ليس له تعريف محدد، ممكن يتم تعميمه، يختلف باختلاف البيئات، المجتمعات والعصور والدول، سواء كانت متقدمة أو متأخرة. وصلنا في النهاية لوصف أو تعريف الخبر، قلنا هو عبارة عن وصف موضوعي دقيق تطلع به الصحيفة أو المجلة قراءها في لغة سهلة وواضحة وعبارات قصيرة بالواقع والتفاصيل والأسباب والنتائج المتاحة والمتتابعة لحدث مالي أو إداري أو رأي أو موقف أو فكرة أو قضية أو قضية تكنولوجية أو نشاط هام، تتصل جميعها بمجتمعه وأفراده بالمجتمعات الأخرى، كما يسهم في توعيتهم وتسليتهم وتثقيفهم ويحقق الربح المالي أيضا للصحيفة. تحدثنا عن تعريف أو عناصر الخبر، قلنا في عدة عناصر للخبر، لازم الخبر يكون له يعني هذه العناصر موجودة في أي خبر ممكن أنا أقرأه. أول عنصر الجدة أو الحالية، أن يكون خبر جديد مواكب للأحداث، فائدة أو مصلحة شخصية أو مصلحة عامة. كذلك التوقيت، أن يكون توقيت الوقوع الحدث أو توقيت الخبر اللي سيتم نشره مهم أو بالغ الأهمية وفي وقت معين، يعني مش ممكن أنا أعمل خبر بعد ما هو يكون الوقت انتهى أو أن الخبر صار وصار الكل عارف في هذا الخبر. الضخامة أو العدد، تشويق، الصراع، المنافسة، التوقع أو النتائج. يعني أنا ما في النهاية بس بدي أنشر الخبر وخبر وأقرأ الخبر وهي الخبر وأحقق ربح مالي للمنظمة من خلال الخبر، لا، أنا بدي أكون متوقع في نتائج في ممكن يصير من خلال هذا الخبر أو ممكن يصير يعني نتائج مستقبلية للخبر. كذلك الغرابة والطرافة، الشهرة، الاهتمامات الإنسانية تحدثنا عنهم طبعا يعني باستفاضة في المحاضرة السابقة. كذلك الأهمية، و13 الإثارة، قلنا هذه عناصر 13 عنصر لازم تكون موجودة في الخبر. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى صفات الخبر، يعني في عندي عدة صفات لازم يتصف فيها الخبر. طبعا بدي أوضح أو بدي يكون في عندي تفرقة ما بين عناصر الخبر وما بين صفات الخبر. العناصر قلنا هي المكونات اللي بتكون هذا الخبر، اللي لو اختل عنصر من هذه العناصر اختل معنى الخبر أو اختل الوصف الدقيق لهذا الخبر. أما صفات الخبر، قلنا في عند الصدق أو الصحة، أن يكون الخبر صحيح موثوق من مصدر موثوق. الخبر يعني ما بيكون خبر يعني كاذب أو خبر أنا أخذته من شخص ومباشرة بدي أجي أنشر، لا، إحنا اتفقنا إنه السكرتير الصحفي لما بده ينشر خبر أو بده يبعث خبر لرئيسه بده يكون خبر موثوق، خبر صحيح ومتأكد من صحة هذا الخبر. كذلك الدقة، بمعنى أن يكون الخبر كامل غير ناقص، والخبر غير الدقيق هو الخبر الناقص سواء كان عمد أو نتيجة إهمال وسرعة، بيكون الكل بده يحقق سابق صحفي أو ما شابه، بينسى بعض الشغلات الأساسية تكون موجودة في الخبر. الموضوعية، عدم التحيز وعدم تحريف الخبر، نشر الخبر كما هو، هذا من أهم صفات الخبر. الموضوعية والأمانة وعدم تحريف الخبر او الاضافه عليه او الحذف عليه. انا ممكن انشر الخبر واعلق عليه تعليق، احنا اتفقنا انه احنا نحكي مثلا ترى صحيفه كذا انه توصف في الخبر وتحكي وجهه نظرها، لكن الخبر تنشره حتى وان اختلف مع سياسه الصحيفه، تنشر الخبر بدقه وبموضوعيه. والصفه الرابعه، سياسات الصحيفه، قد تقوم احدى الصحف بعدم نشر خبر لتعارضه مع سياساتها أو يتنافى أو لا، يعني بمعنى أنه لا ينفي عن الخبر صفته كخبر ولا يمنع الصحف الأخرى من نشره. هذه باختصار 4 صفات للخبر. تحدثنا عن تقويم الخبر،
قلنا احنا ممكن نعمل خبر بطريقتين، يعني ممكن يكون عندنا شخصين محررين للاخبار، الشخص الاول يعمل خبر والشخص الثاني يعمل خبر. الهدف الاساسي من الخبر بتحقق في الخبرين، ولكن انا ممكن اختار خبر له يعني اساس وقيمة، وكل عناصر الخبر موجودة في هذا الخبر من الجدة الحالية، الحداثة، الطرافة، وما إلى غير ذلك. فأنا ممكن أفاضل بين خبرين طبعا على أسس علمية وأسس اللي بتحقق لي أهداف الخبر اللي أنا ممكن أنشره. ثم تطرقنا إلى أنواع الخبر، قلنا في عندي يمكن تقسيم الخبر الصحفي حسب المعيار إلى عدة معايير، قلنا تقسيم على أساس جغرافي، تنقسم قسمين: أخبار داخلية، أخبار خارجية. الأخبار الداخلية تقع في بيئة داخل المجتمع أو البيئة أو المجتمع التي تصدر فيه الصحيفة. أخبار خارجية تتعلق خارج البيئة أو المجتمع التي تعمل بها الصحيفة. قلنا في المعيار الموضوعي للخبر بتقسم إلى خبر بتعلق في السياسة، خبر بتعلق في الأمور العسكرية، خبر بتعلق في الرياضة، خبر في الثقافة، في الأدب، هذا بقسم أنا الخبر حسب موضوع الخبر. وقلنا إنه في عدة صحف موجودة محلية، هتلاقي في منها أخبار، لو ضغطت على أيقونة أخبار راح يظهر عندك قائمة منسدلة تحتوي سياسة، ثقافة، اقتصاد، مال وأعمال، تكنولوجيا. أنا ممكن أضغط على أي أيقونة بتخصني أو بتهتم أنا بهتم فيها وأقرأ الأخبار الجديدة فيها. كذلك قلنا تقسيم على أساس زمني: أخبار متوقعة ممكن أن تحدث، وأخبار غير متوقعة يفاجأ بوقوعها الشخص أو الصحيفة التي ترصد الأخبار. كذلك من معيار التكوين الإعداد، قلنا في خبر جاهز معد مسبقا، لم يكن الصحفي بذل جهدا كبيرا في تكوينه وإعداده، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينفرد في نشره. كذلك خبر مبدع، خبر يبذل فيه الصحفي جهد كبير في الحصول عليه وتكوينه وإعداده، ثم يستطيع أن ينفرد في نشره. ولو الصحف الثانية بدأت تنشره ما في مشكلة أنها تنشره، لكن تشير إلى هذا الشخص أنه من إعداد هذا الشخص. زي قلنا إحنا التحقيقات الاستقصائية اللي بتصير في بعض التقصير في بعض الوزارات في بعض المؤسسات في المجتمع، ممكن تحقيق استقصائي الصحفي يلف من مثلا في قطاع غزة من رفح لبيت حانون زي ما بنحكي، عشان يقدر يكون مادة ويكون بيانات ومعطيات عشان يقدر يطلع خبر أو تحقيق استقصائي معين حول موضوع معين وما إلى غير ذلك. كذلك من معيار كنه الخبر أخبار خفيفة والأخبار الجادة، وكذلك من معيار نتيجة الخبر الخبر المجرد الخبر المفسر. كذلك البند السابع من حيث معيار الموضوعية، ممكن أنا ألاقي عندي أخبار ملونة أو محرفة متحيزة تفقد موضوعية الخبر، تفقد الثقة والطريقة الصحيحة لهذا الخبر. ممكن أنا ألاقي عندي خبر غير ملون غير محرف، لم تجرى عليه أي تعديلات، تم نشر الخبر كما هو. وقلنا يعني ممكن يعني يحق للصحيفة أنها تعلق على هذا الخبر من وجهة نظرها، لكن عدم تحريفه وعدم تعديل الخبر. ثامنا من حيث الناحية التحريرية، في عندي خبر بسيط يصف واقع واحد، وفي عندي خبر مركب يقوم على وصف عدة وقائع والربط بينها تحدثنا عنهم باستفاضة في المحاضرات السابقة. اليوم بإذن الله راح ناخذ الأخبار الموثوقة لتلقي الخبر سواء كانوا مؤسسات أو أفراد. يعني الصحفي لازم يكون عارف إيش هي الجهات الموثوقة اللي لازم ياخذ منها الخبر. طيب قلنا مصادر الخبر، راح نعرف ايش هو المصدر، وراح نعرف انه في عندي مصادر موثوقة انا بقدر اخذ منها الاخبار الصحيحة سواء كانت مؤسسات او سواء كانوا اشخاص، راح نتعرف عليهم بالتفصيل. نيجي لمصدر الخبر، نعرف مصدر الخبر. مصدر الخبر هو الوسيلة او الأداة او الوساطة التي اعتمدت عليها الصحيفة في الحصول على الخبر الصحفي، ويمكن إجمال مصادر الخبر بمعنى. إذا مصدر الخبر هو عبارة عن وسيلة أو أداة أو وساطة اعتمدت عليها سواء الصحيفة أو الصحفي في الحصول على هذا الخبر. أولا المندوب الصحفي هو الشخص الذي تعتمد عليه الصحيفة لتزويدها بالأخبار.
وهناك أمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في من يقوم بمثل هذا العمل ويمكن إجمالها في ماله. طبعا المندوب الصحفي هو طبعا إحنا في قطاع غزة لما بيصير عندنا حالة حرب أو كذا، ممكن أنت تلاقي قناة فضائية من القنوات التابعة لقطاع غزة مقسمة الشاشة 4 أو 5 أقسام، هذا المراسل في قطاع غزة، هذا المراسل في رفح، هذا المراسل في بيت حانون، هذا المراسل في شمال غزة، هذول كلهم بيكونوا هذا عبارة عن مندوب صحفي تابع لهذه الصحيفة. خلاص هذا المندوب هو مفوض من الصحيفة هذه أو القناة الفضائية هذه لا ينقل الأخبار فيها ويشتغل مع هذه القناة. طب إيش الصفات أو الاعتبارات اللي لازم تكون موجودة في الشخص اللي لازم بده يشغل المندوب الصحفي؟ واحد، يجب أن يكون لديه حس أو حدس صحفي للحصول على الخبر والتعبير عنه، يعني بيكون عنده إحساس بالخبر، بيكون عنده يعني قابلية على توقع حدوث هذا الخبر، ما بده يكون شخص زي ما بنحكيها حافظ مش فاهم. 2، أن يكون متحفزا للكشف والاستطلاع للأخبار زي ما حكينا هنا في ال من معيار التكوين والإعداد الخبر المبدع والذي يبذل فيه الصحفي جهدا كبيرا في الحصول عليه. هنا لازم هذه الصفة تكون موجودة في المندوب الصحفي، تكون نشيط متحفز الكشف. الكشف يعني حاجة مش موجودة أنا بدي أكشف عنها، خبر مش موجود أنا بدي أكشف عن هذا الخبر وأعلن هذا الخبر، هو بده يكون خبر عبارة عن خبر يعني خبر مبدع. للاستطلاع والاستطلاع للأخبار والأحداث ومتابعتها للوصول إلى كنهها وتفصيلاتها، هذا لازم تكون هذه الصفة لازم تكون موجودة في المندوب الصحفي. 3، أن يتمتع بثقافة عامة واسعة في أكثر من مجال. طبعا المندوب الصحفي بده يكون يعني على علم، احنا بنحكيش انه لازم يكون مع اكثر من تخصص ودارس كذا ودارس كذا، لا بده يكون عنده ثقافة، بده يكون عنده اطلاع واسع في امور التكنولوجيا، في امور المال، في الامور السياسية، عشان يقدر يعني يعبر عن الخبر اللي هو ممكن يحصل عليه. 4، ان يكون قادرا على اقامة صداقات وعلاقات وثيقة مع من يزوده بالاخبار. في بعض الاحيان الصحيفة يعني احنا ممكن تكون الصحيفة موجودة بتكون موجودة في قطاع غزة على سبيل المثال، على الحدود، يعني في ناس ساكنة على حدود قطاع غزة، وحدود قطاع غزة احنا بنعرف يعني مليئة بالأحداث ومليئة بالأخبار، سواء كان توغل قوات العدو أو سواء كان استهداف للصيادين أو المزارعين أو ما إلى غير ذلك. هذه الصحيفة ما بتقدرش تحط مندوب صحفي أنا يضل موجود كل يوم على حدود من 8 للـ8 يكون قاعد بس يرصد لي هذه الأخبار، لا أنا ممكن ألاقي شخص غاد ساكن، يعني في سكان كتير ساكنين على الحدود، ألاقي شخص ثقة، لما أنا بصير أسمع إنه في والله صار أي إشي على الحدود أنا ممكن أتواصل معه، في صار كذا كذا اليوم إحنا ممكن أحطك في صورة الحدث، أنت إذا صار في حدث ممكن ترسل مباشرة المندوب الصحفي هذا يتأكد لك من الكلام الموجود، أنت تكون نشرت الخبر وتكون قاعد بتطلع في تفاصيل هذا الخبر من خلال المندوب الصحفي. وكذلك هدول الأشخاص يعني ما بينفع إحنا يجي في وقت معين يتواصل معاه ويطمن، يعني بعد ما يخلص المهمة يهمش هذا الشخص، لا إنه بده يكون المندوب الصحفي قادر على إنه تواصل مستمر مع الأشخاص هدول اللي بيزودوه في الأخبار أو بيحكوا له مثلا صار اليوم عندنا كذا، إذا بتحب تيجي تتفرج وتشوف اللي يطلع فيه خبر وما إلى غير ذلك. 5، أن تكون لديه القدرة للتحرك والوصول إلى مكان الحدث في أسرع وقت. أن تكون لديه القدرة للتحرك والوصول إلى مكان الحدث في أسرع وقت. طبعا المندوب الصحفي ما بينفع يطلع خبر وينزل على الإعلام أو يطلع على الهواء مباشرة من بيته أو من أمام بيته وملهوش علاقة في الخارج، لا المندوب الصحفي ممكن يتكلم الصحيفة هو يكون ساكن في قطاع غزة بده يروح على بيت حانون عشان يقدر يطلع خبر ويوافي هذه الصحيفة بالتفاصيل هذا الخبر والصور الحصرية لهذه الصحيفة لهذا الخبر، بده يكون قادر انه يطلع يخلص بيه. يعني في احنا في بعض الاحيان في لما بكون عندنا في قطاع غزة حرب او اعتداء، بكون الصحفي بنلاقيه في بيت حانون بعد 10 دقائق بنلاقيه في قطاع غزة، بعد شوية ممكن تلاقيه في مدينة الوسطى، بده يكون قادر يطلع يصل، صار في بيت حانون قصف خلص غطى الخبر صور بده يطلع على مكان تاني صار في قصف جديد بده يطلع على مكان تاني ينقل الصورة وينقل تفاصيل هذا الخبر، يعني بده يكون لديه قدرة، بده يكون لديه حيوية نشاط انه يقدر يطلع من مكان الى اخر لتغطية الاخبار. 6، ان يكون قادرا على كتابة الخبر بايجاز ووضوح وشمول. حتى لما بده يكون يعني طبعا احنا اتفقنا انه لما واحد بده يقرا الخبر ويلاقي هذا الخبر
ثلاث اربع صفحات بمل، ما بيقدر يقرا هذا الخبر. خلص انا بدي تديني الصاف، احنا اليوم حكيت لكم احنا اليوم صرنا على المجموعات الوصب، خلص بيجي لك الخبر الزبده تاعت الخبر، سطرين ثلاث اسطر على جوالك، بتقرا الخبر وبتاخذ الصافه من الخبر. فكذلك المندوب الصحفي بده يكون عنده قدره انه يكتب الخبر بطريقه مختصره بايجاز، ولكن ما بده يفقد الوضوح لهذا الخبر، وما بده يفقد الشمول لهذا الخبر، يعني البيانات الاساسيه كلها بده يحطها. في حشو او كلام روتيني معروف، خلاص انا ممكن اختصر هذا الكلام واوجز في هذا الكلام. هذه صفه من الصفات اللي لازم تكون موجوده ايضا في المندوب الصحفي. 7، ان يكون قوي الملاحظه، سريع البديهه، طبعا هذه متعارف عليها، لازم تكون موجوده في اي سكرتير، في اي صحفي، في اي سكرتير صحفي، ان يكون الشخص قوي الملاحظه، بلاحظ بديهه، يعني بيفهم بسرعة، ما بده يقعد واحد يشرح له ويفسر له الظاهرة الموجودة بتفاصيل عشان يقدر يستوعبها. طبعا لا بده يكون قوي الملاحظة وسريع للبديهة. هذه طبعا 7 صفات أساسية ممكن تكون موجودة أو لازم تكون موجودة في الشخص اللي بده يكون مندوب صحفي، وبتعتمد هذه الصحيفة لتزويدها بالأخبار وتزويدها بالمعلومات، لأنها راح تكون مصدر ثقة. يعني إذا هذا المندوب الصحفي نقل هذه الأخبار خاطئة مرة ومرة تانية، الإنسان بمل والشخص بمل، ما بقدر يضل يتابع في هذه الصحيفة والأخبار اللي بتكون موجودة فيها، لأنه مرة ومرتين كان الأخبار كاذبة، لا فبدها تكون أخبار صحيحة. مندوب صحفي يتميز بجميع الصفات اللي تحدثنا فيها، 7 صفات بالتفصيل. طيب هذا طبعا أولا، طبعا في مصادر الخبر احنا بنحكي قاعدين عن أول مصدر اللي هو المندوب الصحفي. نيجي نحكي عن المصدر الثاني وهو المراسل الخارجي. المراسل الخارجي من المفروض أن يكون للصحيفة مندوبون في العواصم الدولية الكبرى ليزودوا الصحيفة بما يجد من أخبار وأحداث، بالإضافة إلى إرسال بعض المندوبين لتغطية بعض الأحداث المهمة المتسارعة. يعني ممكن إحنا بنشوف قناة الجزيرة، يعني ممكن في الانتخابات الأمريكية اللي صارت هتلاقي فيه مراسلين كانوا بيظهروا على الشاشة مستقرين في واشنطن، مستقرين في أمريكا. طب لما بيصير عندنا في قطاع غزة حرب، هتلاقي في عندنا معروفين أشخاص مراسلين لهذه القناة موجودين في قطاع غزة، في مصر كذلك موجودين، في الأردن، في كذا في كذا. لازم يكون لما تكون صحيفة عالمية لازم يكون لها في عدة عواصم أو في أغلب العواصم لازم يكون في لها مراسلين. ولما بتكون في قطاع غزة يعني قناة متخصصة فقط في قطاع غزة داخلية بيكون عندي نوعين من المراسلين، بيكون عندي نوعين من المراسلين. اولا المراسل الدائم، ثانيا المراسل المتحرك او نسميه المراسل المؤقت. المراسل الدائم هو الصحفي الذي يختار او الذي يختار ليمثل الصحيفة في احدى العواصم المهمة لفترة طويلة من الزمن. يعني على سبيل المثال احنا عندنا في قطاع غزة صحفي مراسل دائم لقناة الجزيرة تامر المسحال، في الأراضي المحتلة في صحفي دائم لقناة الجزيرة من زمان، وإحنا بنشوفه على قناة الجزيرة اللي هو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في الداخل. هدول مراسلين دائمين أنا بتختارهم الصحيفة وتظلهم موجودين في المؤسسة وتبعين لهذا الصحيفة على مدى طويل من الزمن. خلص يعني معروف في قطاع غزة في عندي فلان وفلان لقناة الجزيرة، في قطاع غزة في عندي المراسل مثلا لقناة القدس اليوم أو قناة الأقصى، في عندي المراسل 1 و2 و3 و4، هذول موجودين دائمين، أنا كل ما بفتح بلاقي يا هذا يا هذا أي واحد فيهم، هل اللي بيكون موجود عليه الدوام. 2، المراسل المتحرك أو المؤقت، وهو الصحفي الذي يختار ليمثل الصحيفة في تغطية حدث مهم يقع في أي بقعة من بقاع الأرض لفترة وجيزة، ثم يعود إلى مكان عمله بعد إتمام مهمته. يعني على سبيل المثال صار مثلا في قطاع غزة لا سمح الله حرب في قطاع غزة، ممكن قناة فضائية من القنوات تبعث على قطاع غزة شخص يغطي هذه الأخبار، يغطي هذه الحادثة الموجودة فور الانتهاء وفور وقف إطلاق النار، خلاص بيرجع لبلد تاني. هذه بعض الصحف بتستخدم هذه الطريقة المراسل المتحرك. في كمان بعض الفضائيات موجودين يعني مثلا في قطاع غزة لما بيكون عندنا في حالة حرب
بكون في قطاع غزة إله مراسل، في خان يونس إله مراسل، في رفح مثلا إله مراسل، في الوسطى إله مراسل، في كذا إله مراسل. خلاص انتهت، انتهى الحدث، انتهت الواقع، خلاص بينتهي هذا الدور المراسل، بيقف. هذول النوعين من المراسلين هم، طبعا احنا قاعدين نحكي عن أنواع مصادر الخبر، حكينا عن المندوب الصحفي وحكينا عن المراسل، وقلنا المراسل نوعين، مراسل دائم ومراسل متحرك. طيب نيجي إلى المصدر الثالث اللي هو وكالات الأنباء، مصدر ثالث من مصادر الخبر وهو وكالات الأنباء. هناك وكالات متخصصة بالأنباء لها مندوبون منتشرون في شتى أنحاء المعمورة لتوفير وتجهيز معلومات دولية للصحف تستقي منها الأخبار. ومن أشهر هذه الوكالات العالمية، إحنا قاعدين بنحكي عن وكالات يعني عالمية، اليونايتد بريس ورويترز. طبعا رويترز موجودة في أكثر من دولة من دول العالم. رويترز يعني كنت تلاقي مثلا ترجمة رويترز، بتلاقي الخبر الموجود، بتلاقيه مثلا في أمريكا، بتلاقيه مثلا في قبرص، بتلاقيه في مكان تاني. في الوقت الحاضر أصبح معظم الدول ووكالات وكالة أنباء وطنية خاصة بها مثل البتراء، وفا وغيرهم. طبعا احنا ايش في عندنا وكالات أنباء؟ في عندنا مثلا على سبيل المثال الوطنية، في عندنا دنيا الوطن، هذه كلها وكالات أنباء. طبعا وكالات أنباء محلية، هنا احنا بنحكي عليه عن وكالات أنباء عالمية. هذه برضو وكالات الأنباء أنا ممكن آخذ منها في صحيفة أو في إذاعة، ممكن أنا آخذ منها عندي خبر، أستقي منها الخبر، أستقي منها حدث معين، لأنه معروفة وكالات أنباء سواء كانت عالمية أو كانت محلية أو دولية، معروفة أنه يعني تتميز بالثقة والموضوعية في نشر هذه الأخبار. رابعا الإذاعات المحلية والأجنبية. الإذاعات المحلية والأجنبية، تقوم معظم الصحف الكبرى المحلية والدولية بإنشاء قسم متخصص للاستماع وتسجيل ما تبثه المحطات العالمية المهمة من أخبار وتعليقات وتحليلات. يعني مثلا نيجي لرويترز ولا اليونايتد بريس، هتلاقي في بعض الإذاعات بس فقط قاعدين بيسجلوا فيها، حتى في القنوات الفضائية عندنا هتلاقي فيه كذا شاشة وقاعدين بيسجلوا، لأنه ممكن أنا أخذ هذا الخبر منها وأنشره. كيف أنا بدي أنشر هذا الخبر؟ على التسجيل اللي أنا سجلته، بث مقطع فيديو، بث صور حصرية لمؤسسة معينة. أنا لازم يكون عندي قسم متخصص فقط للاستماع وتسجيل ما تبثه المحطات، بتابع مباشرة طاقم كامل خاص في الفضائيات، حتى الفضائيات الموجودة في قطاع غزة، هذا الطاقم بس فقط بيسجل إيش بتبث بعض الوكالات المحلية، بعض الوكالات العالمية وإلى غير ذلك. هذه أنا ممكن أخذها مصدر للخبر، عشان أنا أقدر أنشر خبر وبدي أوثق هذا الخبر تبعي في التسجيل اللي أنا سجلته أو في الصور اللي تم عرضها على قناة معينة من القنوات الفضائية. خامساً الخدمات الإخبارية الخاصة. هناك بعض شركات الأخبار الخاصة بالنشر والتي تنفرد ببعض الأخبار والمعلومات التي تقوم ببيعها لبعض الصحف سواء المحلية أو الخارجية بواسطة الاتفاقيات المبرمة بينهم. في طبعاً مؤسسات دولية خاصة متخصصة في الأخبار، ولكن هذا الخبر اللي بتجيبه ما بتجيب الخبر هذا وبتنشر الخبر هذا مجانا، لا بالعكس، يعني هي بتنفرد في الأخبار هذه، تقدر تستقي هذه الأخبار وتجيب هذه الأخبار وبتبيعها بيع لصحف ووسائل محلية أو عالمية، بيشتروا منها هذه الأخبار وبينشروا هذه الأخبار. هذه أنا ممكن أستخدمها كمصدر لا من مصادر الخبر. سابعا الصحف المحلية والأجنبية. هناك بعض الصحف المحلية والأجنبية التي تنفرد بنشر خبر مثير أو مهم أو وثيقة سرية أو مذكرات شخصية وغيرها، فتقوم الصحف الأخرى بالنقل عنها، أيضا تعتبر مصدر من مصادر الخبر. سابعا النشرات. معظم المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة تقوم بإصدار نشرات خاصة بأنشطتها أو أخبارها، مثل دائرة الإحصاءات العامة. احنا اليوم عندنا مثلا في قطاع غزة او في دولة فلسطين على سبيل المثال، مثلا وزارة التربية والتعليم في كل عام تعمل دليل احصائي، طلاب الجامعات تخصصاتهم اعدادهم كل تخصص، المؤسسات المعترف فيها كذا. هذه انا تعتبر نشرات، انا ممكن اخذها مصدر من مصادر الخبر. لو انا بدي استند الى معلومة فيها، ممكن انا اخذ من هذه المعلومة، من هذه النشرة اللي صدرت عن الاحصاء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعمل منها خبر. كذلك طبعا هذا بتحكي، احنا عشان قلنا الكتاب اردني بيحكي يعني عن الملكيه الاردنيه عاليه، النخبات المهنيه وغيرها، انا ممكن اخذ منها واعتبرها مصدر من مصادر الخبر.
ثامنا الوثائق. في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعض الجهات أو الدائرة الرسمية كالمخابرات بنشر بعض الوثائق السرية المتعلقة ببعض الاتفاقيات السياسية والاقتصادية. طبعا هذه الاتفاقيات السياسية أو الاتفاقيات العسكرية ما بيعرف فيها أي شخص من الأشخاص الموجودين، خلص أشخاص فقط تتعلق بأمور مخابراتية أو أمور عسكرية، أشخاص رفيعي المستوى من يعلم بها. وإذا قدر يسرب من هذه الاتفاقيات معلومات ممكن تؤخذ منه مثلا ورقة إنه اتفقنا على كذا، أو إنه ورقة مثلا فيها بعض البيانات عن اتفاقية كذا وكذا. هذه ممكن أنا الوثيقة أقدر أخذها وأستند إليها في خبر لتعتبر مصدر من مصادر الخبر، تعتبر مصدرا مهما لأنها تكشف عن وقائع جديدة أو معلومات كانت مجهولة، لكن لازم أنا أبين الوثيقة الموجودة. تاسعا المؤتمرات الصحفية التي يعقدها كبار المسؤولين في البلاد أو من زواره في بعض مندوبي الصحف ووكالات الأنباء للتحدث في قضايا مهمة. إحنا زي ما حكينا لما بكون في عندنا مؤتمر لوزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الداخلية هتلاقي عدة مايكات موجودة وعدة وسائل إعلامية موجودة وإذاعات، بس عشان تقدر تاخذ هذا الخبر وتاخذ كلمات من هذا الخبر تقدر تعمل فيها، أو من هذا المؤتمر تقدر تعمل فيها خبر صحفي. عاشرا الوزارات والهيئات الرسمية والشعبية. أصبح في الوقت الحاضر في معظم الوزارات أقسام خاصة بالعلاقات العامة، أي مؤسسة اليوم بنلاقي فيها دائرة خاصة اسمها دائرة العلاقات العامة، بتزود الصحفيين بالمعلومات المتعلقة بالوزارة أو بالمؤسسة أو بالجامعة أو بالشركة أي شيء، بالأنشطة التي تمارسها مع ملاحظة أي مندوب لأي صحيفة. طبعا مش لأي شخص بيجي، طبعا الشخص اللي بده يجي عشان أنا أعطيه معلومة أو أعطيه بيانات لازم يكون شخص موثوق، شخص يحمل وثيقة من صحيفة أنا بتعامل معها أو مؤسسة أنا بتعامل معها. لكن المندوب النشيط يستطيع أن يتجاوز هذا القسم بإقامة علاقات وطيدة مع المسؤولين للحصول على المندوب. في بعض الأشخاص اليوم يعني بطريقته وبطريقة أدبه في التحدث وفي الكلام مع الأشخاص بيصير إنه لما يتكلم مع مسؤول بيصير هذا المسؤول لما بيصير عنده أي حدث ممكن هو يكلمه مكالمة بدل ما يجي ويدور يفوت على العلاقات العامة ويحكي إيش الخبر، إيش الأشخاص الموجودين، إيش الحادث اللي بده يصير. لا، ممكن أنا باتصال هاتفي للمندوب النشيط يستطيع أن يأخذ هذه أهم البيانات الرسمية اللي هو ممكن ينشرها في هذا الخبر. لكن هناك بعض المصادر الأخرى المكملة لهذه المصادر، منها المجلات المتخصصة ورسائل القراء والتقويم وكبار المسؤولين ومساعديهم وغيرهم. هذه باختصار 10 مصادر من مصادر الخبر أنا ممكن أخذ منها بيانات ومعلومات حتى أقدر أجهز خبر صحفي ومن مصادر موثوقة معروفة تحدثنا عنها، وهي عبارة عن 10 مصادر. نقف لحد الآن في هذه المحاضرة ونستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.